فوجئنا قبل يومين بخبر خطوبة أحمد أبو الرب وصبا شمعة بعد علاقة حب كانوا خافينها عنا لمدة كتير طويلة، واللي بدأت تنكشف قبل فترة لما انتشر هذا الفيديو لأحمد وصبا من عرس ناجي وهو عم بيقول لا تعيطي بحبك. فأعلنا عن خطوبتهم هالمرة وحقيقة علاقتهم بفيديو يوتيوب كان عبارة عن مفاجأة لصبا من أحمد واللي طلب إيدها خلال الفيديو، حيث حيقيموا حفلة خطوبة كتير كبيرة يحضرها عدد كبير من اليوتيوبرز يوم 18 من ديسمبر المقبل. فألف مبروك لأحمد وصبا. فبعد ما أعلن أحمد أبو الرب عن الخبر، تلاها عبود جعبري صديقه المقرب وأعلن عن خطوبته بهاي الصورة وبعد من الستوريهات وكتب باركولي خطبت الكراش. ومن بعد ما شك الجمهور أنه كان عبارة عن مقلب، أكد عبود أنه الخبر حقيقي وليس مقلب من خلال الستوريهات. فألف مبروك كمان لعبود جعبري. ونور ستارز ركبت الموجة وشاركت هذا الستوري واللي أظهرت فيه رسالة من حبيبها السري اللي عم تخفيه عنا من قبل فترة كتير طويلة. فبعد ما شاركت نور هالستوري واللي علقت من خلاله بي نخطب، أجابها حبيبها بي يلا، وأجابت عليه نور بي أو حبيبي بحبك. وبالحديث عن نور ستارز، فاستعرضت امبارحة سيارتها الجديدة على كل من حساباتها على السوشيال ميديا، فحقها بتفرح بهالسيارة اللي سعرها كتير غالي. فكانت السيارة لامبرجيني أوريس لسنة 2021، وما شاء الله السيارة كتير 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 حلوة وفيها مميزات خطيرة، وسعرها بيتراوح بين $200,000. فألف مبروك لنور ستارز، تستاهل كل خير بعد هالتعب. فشفنا من خلال فيديو نور ردة فعل أصدقائها وعائلتها على السيارة الجديدة، واللي من بينهم كان غيث مروان، واللي تفاجأنا من رؤيته بفيديو نور كأول مرة على قناة نور ستارز من بعد الخلاف اللي كان بينهم قبل فترة، وشكل الخلاف انتهى نهائيا لأنه علاقتهم بانت كويسة بهالفيديو. ولكن اللي حير الجمهور أنهم ما رجعوا الفولو لبعض على انستغرام لحد الآن، فشو رأيكم أنتو؟ انتشر مقطع جمع فيه الجمهور كل من أبو فلة وبنين أخت نور ستارز مع بعض، وزعموا أنهم بيحبوا بعض. فهذا المقطع انتشر بسرعة وصار ترند خاصة على تيك توك، وصارت توصل لبنين رسائل كثيرة أنها بتحب أبو فلة، فاختارت أنها تجاوب على كل هالتعليقات والرسائل من خلال فيديو على يوتيوب. أغاني كتير عم يستعيد لإطلاقها عدد كبير من اليوتيوبرز، من بينهم نور مار اللي نزل أغنيته الثانية اليوم بفيديو كليب رسمي بعنوان حبيبتي مافيا. فشو رأيكم بأغنية نور مار الجديدة؟ وسعودي ريبورترز اللي شاركوا تيزر فيديو كليب أغنيتهم الجديدة بعنوان محتارة اللي حينزل بال19 من ديسمبر المقبل. أما عصام ونور ففاجأوا متابعينهم بفيديو أخيراً تزوجنا بعد 4 أطفال و7 سنين انتظار، واللي عرضوا من خلاله عرسهم الكامل اللي أقاموه بدبي بحضور عدد كبير من اليوتيوبرز المقربين لإلهم. واللي استغرب منه الجمهور هو كيف تزوجوا بعد 7 سنين و4 أطفال، يعني ما كانوا متزوجين من قبل؟ الحقيقة هي أنه كانوا متزوجين وتزوجوا بالسويد، حيث أقاموا كتب كتاب وحفلة كتير صغيرة وبسيطة، فما كان إلهم عدد كبير من الأصدقاء والأقارب هنيك. ووعد عصام زوجته نور أنه حيقيم لها عرس كبير ويشوفها بالفستان الأبيض بيوم من الأيام، ووفى اليوم بوعده. شيرين بيوتي أثارت الجدل من بعد ما اختارت نارين بيوتي كزوجة لمو فلوكس بفيديو اخترت زوجة لمو من اليوتيوبرز البنات. فاختارت نارين من بين 13 بنت، من بينهم كانوا سيدرا وشيرين، واللي علقت أنه هو مثل أخوهم. فهون شاف الجمهور أنه شيرين أكدت مرة ثانية عن علاقة نارين ومو، فشو رأيكم أنتو؟ وبالحديث عن نارين ومو، فغادروا السويد مبارحة ورجعوا مع بعض لدبي، فمن دبي انتقلوا لأبوظبي ويحضروا سباق السيارات اللي أقيم هناك. والصدفة كانت أنه غيث مروان كان متواجد هناك، ولكن ما التقوا ببعض وما شفناهم مع بعض نهائيا. والصدفة الثانية أنهم كانوا عم بيشجعوا نفس الشخص واللي هو لويس هاملتون، وزعلوا على خسارته.
ووثق كل من مو فلوكس ونارين لقائهم بالمغني محمد رمضان بهالصور على انستغرام من هذاك الحدث.